السلام عليكم. يما ان شاء الله عندنا الدرس ديال الفقية الرجالية، غنشوفوا الباترون وطريقة التفصيل والخياطة. الفقية اللي امامكم لوالدي كحلة، يعني لونها اسود، خدمتها بالسفيفة مضاوبة رمادية فيها رشات الكحل، الكابلي حتى هو فيه الرمادي والكحل، والعقاد بلديين كحل. دفعتها لزواق المعلم خدم فيها زواقة ديال الدبانة. التوب اللي يكفي الإنجاز فوقية غنحتاجو 3 مترو، 4 مترو دسفيفة، 30 عقدة، 2 عقيات الكابلي. هاد الكابلي ما خيطتوش في الجوانب الفوقية، إنما خدمته فقط في الكتاف، في الكمام وفي الطوق. باش نخدمو فوقية غنحتاجو 3 القياسات: الطول من عظمة الرقبة من الخلف حتى الطول المطلوب، ربع دوران الصدر زائد سنتيم، والطول الكلي زائد 10 سنتيم. 3 مترو ديال التاو ما عندنيوهاش الحاشية عند الحاشية، انما غادي نتنيوها على العرض هكذا. هنا على 2 هو العرض ديال التاو، وهنايا غادي نولي نتنيوه على 4 هكذا. والفصالة تبداوها من هاد الجهة المفتوحة، يعني هنايا فيها يكون الكول والميلان للكتف. علاش؟ باش بعد ما تاخدوا الطول اللي لازمكم، هاد البلاصة هادي اللي تبقى متنية يبقى طرف دتوب متصل، اللي تحتاج لحاجة اخرى حسن ما يبقى طرف دتوب مفصل او مقطع. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. هذه فكرة اقتصادية للتاو في حالة ما إذا كانت الفوقية أقل من 1.5 متر، لكن إذا كان طول الفوقية 1.5 متر فماشي مشكل، تبدأوا من هنا أو من هنا كيف كيف. أنا الفكرة اللي قلت لكم يعني تبدأوا من الجهة المفتوحة فقط للاقتصاد في التاو. دابا غنوريكم كيفاش نرسمو الباترون الفوقية، هو راه ساهل. فهادشي اللي غادي نوريكم في الباترون هو النيت اللي غادي تخدموه على التوب على 4 بالنسبة للبنات المبتدئات، يعني هاد الجهة المتنية عليها غادي تعملي الفتح هاد الكول وبقية القياسات اللي غادي نشوفو دابا. فأول حاجة غتعملها هي غادي تعمل العلامات ديال الطول وترسمي خط، من بعد غادي تجي للفتح هاد الكول، غدخل ب8 وفي الخلف غتنزل ب2. إذا كان بالفوقية باغي الكول داير، فمن هنا لهنا غتنزل في الأمام ب13. لكن إذا كان باغي الكول في، فغتعمل له المترو هنايا وشوف شحال القياس اللي هو باغيه، 23 أو 25، يعني هاد المسافة هادي من الكول هو اللي يقدر يحد ذلك. من بعد غادي نجيو من هاد المكان هذا، غادي نعبرو الطول الكتف مع الكم، يعني هذا الطول اللي قلت لكم من عظمة الرقبة من الخلف الى طول الكم المطلوب غتاخذوا من هنا لهنا، وغتنزل ب10 وغتعمل علامة. هاد النقطة هادي غتلاقيها بخط مائل مع هاد النقطة ديال راس الكتف. من بعد من هاد المكان هادي غتنزل ب25 سنتيم. نعرفوا بلي الفوقية الدرجال كيبغيو الكم يكون واسع، ماشي فحالنا حنايا، الكم كيبغيوه يكون واسع. فهاد 25 هادي فيها القيام بالخياطة من فوق ومن تحت. ملي تماركي هاد 25 غادي تعمل خط. دابا غادي نجيو للربع ديال الدوران ديال السطر زائد 1 للخياطة، غادي تماركيه هنايا من هنا لهنا، غتعمل ربع الدوران زائد واحد. مثلا عندنا 30 غتزيد عليها 1 هي 31، خصك تلقاها من هنا لهنا وعمل نقطة. فهاد النقطة هادي هي الحد الفاصل ما بين الخط الكم والخط الصدر. غادي تجي من الأسفل ديال الفوقية وغتحدد القياس اللي انتي باغيه، يعني اللي مولاه باغيه، القياس اللي مولاه باغيه يعني من 45 حتى 50. كاين اللي كيعملوا مسارح اغلبيه كيعملوا 46 47، مهم كل واحد والذوق ديالو. وكتعمل علامه وكتلاقي هاد النقطه ديال الجلايل مع هاد الخط او مع هاد النقطه اللي حددتي ديال الصدر، كتلاقي خط مائل كيكون هو خط الجنب. بعد ذلك
كتجي من هاد البلاصه هادي من هنا كتخرج بخمسة سنتيم، وعيب يدك كتلاقي بقويس. فصافي هكذا كنكونو كملنا الباترون ديال الفوقيه. اذا كان السيد غليظ تدخل له من هنا من هنا بدل 8 ب 9. وهذا الباترون اللي امامكم فصافي ما غاديفوا له لا خياطات لا والو، يعني غادي تمشيو بالمقص معاه، يعني مع هذا الشيء هذا كامل غتمشيو بالمقص. عندنا الخياطات كامله. واحد الحاجه نسمع قلت لكم شي، ديك القياس من هنا من هنا راه ضروري ما تضيفوا له سنتيم بالخياطه. يعني مثلا اذا لقيتي في الطول من العظمه ديال الرقبه من الخلف الى طول الكم المطلوب لقيتي مثلا 60، فضروري تضيفي سنتيم للخياطه من هذه البلاصه لهذه، تضيفي سنتيم للخياطه. ما تنساوش ديك القويص ديال الجلايل باش ما تجيكمش الفوقيه مجنحه من الجناب. دابا غنوريكم الجيب كيفاش غادي ترسموه فوق الفوقيه. غتجي من الفتحه ديال الكم غتعبر، يعني غتاخدي بشريط الميتر القياس ديال 34 سنتيم، وتم العلامه والفتحه ديال الجيب غتكون 16 سنتيم. انا في الفوقيه كنعمل الجيب فقط في الجهه اليمين، الجهه اليسار كتكون مخيطه. الجيب يعني البيطانه او التبطين ديال الجيب يكون عباره عن مستطيل الطول ديالو 37 سنتيم والعرض 18 سنتيم. المستطيل فيه حتى الخياطات من يعني من الجوانب ومن الطول. الخياطه ديال الجيب الفوقيه راها سهله، ما كاينه ما اسهل منها. انا كنعمل هذه الطريقه انا نوريكم، كتجيني مسربيه ودغيا كيطلع الجيب. فنعتبر بان هذه هي الفوقيه، هذه الجهه ديال الامام وهذه الجهه ديال الخلف. هذيك الفتحه ديال 16 سنتيم كنتني ديك السنتيم من هذه الجهه ومن هذه الجهه، وكنمر على الجيب كامل بخياطه. واضح؟ ها هو الجيب كنمر عليه بخياطه من الفتحه حتى من الفتحه. الجيب انا خيطته من داخل، دزت عليه كما شرحت لكم. في الوجه كيجي بحال هكذا. دابا غادي نجيو لديك القطعه ديال البيطانه اللي غادي تلبس لينا الجيب من داخل. غادي تجيبوا القطعه الوجه ديال التاو، على الوجه ديال التاو غادي تنيو عليه هاد السنتيمات ديال الخياطه كامله هكذا. من بعد غادي نجيبو الفوقيه على الظهر ديالها، وغنجيبو الوجه ديال هاد القطعه ديال البيطانه مع الظهر ديال الفوقيه، وغادي نحطو الراس ديال هاد البيطانه هادي على بعد هاد الفتحه هادي بثلاثة سنتيم هكذا. ونراعيو ان المنتصف ديال هاد القطعه تكون مع الفتحة ديال الجيب، يعني مع الخياطة ديال الجنب ديال الفوقية. وضروري ما يكون الوجه ديال التوب مع الظهر ديال الفوقية باش لما نخيطوها كيبان لينا الوجه ديال التوب من الجيب. ان شاء الله يكون واضح البنات. صافي كتثبتوا هاد الشريط بالفنات، كتثبتوه بالفنات وتحطوه تحت الماكينه، وتمروا على هاد الخياطه هادي هي نفسها. المستطيل كامل كيتثبت على الفوقيه، وهكذا كيكون الجيب جاهز. صافي كملنا الجيب كيجي بحال هكذا، والخياطه كتجي باينه على الوجه ديال الفوقيه. انا عملت في الطول 37 ياك، ولكن اذا مول الفوقيه بغا جيب اكبر فبامكانك ترسمي الطول 45 او 42، المهم على حسب كل واحد وشنو يبغي. البنات اللي عاد التحقوا بالقناه وما يعرفوش كيفاش يخدموا النص طوق، فانا ان شاء الله غنحط لكم الدرس ديالو اسفل هذا الفيديو.
والفوقيه بمجرد ما تفصلوها غادي نجي هاد الامام غادي تماركي المنتصف ديالها باش يسهل عليك تخدمي الطوق. من بعد غادي تلاقيو الكتفين، يا اما دوزو عليهم بالكابله يا اما بالسفيفه، يعني كاين موديلات كثيره وانتم تفننوا بدعوا في الفوقيه ديالكم. انجو دابا الكابلي هو الحاجه الجديده اللي غادي نوريكم في هذا الدرس. الكابلي ما ينعم بداوه حيت عندنا الفوقيه ما فيهاش خياطه، هنايا غتبداو الكابلي من هنا، واضح؟ من هنا غتبداوه وتدورو على الكول كامل وتنهيوه ما بديتوه. اذا كان الكول داير بالنسبه للسفيفه، اذا كان الكول داير طبعا غتخدموا السفيفه على الوجه. اذا كان الكول داير قلت غتبداو السفيفه من هاد البلاصه هادي وتدورو على الكول كامل وتنهيوها ما بديتوها. اذا كان الكول في غادي تبداو على بعد 2 سنتيم من الكتف جهه الخلف، غادي تدورو وتوصلوا يعني تختموها ما بديتوها، وهكذا داو عليك. يعني اقصد نفس الشيء بالنسبه للسفيفه اللي بغيتو تعملوها مدوبله. واسئلتكم انا مفكرها ما نسيها شي، انا ان شاء الله قريبا غادي نجاوب عليها في فيديو خاص. كاين اسئله اللي خاصها ردود شفويه، وكاين اسئله اللي خاصها التطبيق بالماكينه. هادشي كامل ان شاء الله غادي نشوفوه. كنقول هاد الكلام اللي عارفه بلي كاينه فيكم اللي كتقلق وكيبقى فيها الحال، كتقول تعطلت عليها ما جاوبتنيش، فانا كنقول لكم بهذا الميساج رانا مفكراكم وحده وحده ما ناسياش، عطيني عافاكم بشويه ديال الوقت. فدابا غادي نجاوب على واحد الاخت عندها سؤال عنده علاقه بالدرس اليوم. سقساتني قالت لي عندها فراشه موسلين كيفاش تخدمها بالسفيفه. فاختي الموسلين نعرفوه رهيف بزاف، ولا خدمتي بالادوات التقليدي يعني هاد السفيفه والكابل الى اخره كتجي الخدمه ديالو ماشي مزيونه. فباش تجيك الخدمه في الموسلين متقونه ضروري ما تدوزي على الكول ديال الخلف والامام ولا الطوق الفيزلين ولا بد. فبالفيزلين كتجيك الخدمه متقونه ونقيه وبالتوفيق. اذا عجبكم الفيديو واستفدتوا منه اشتركوا معنا في القناه ونشروا الفيديوهات باش الناس تتعلم. شكرا لكم.